شلون تخلي العجينه انت؟ اذا ما طلعت كياف هاي العجينه ها؟ اي بعد ما زم الشص. والله بعد ما زم الشص. الله يشهد علي. الله يشهد علي. اذا ما طلعتها بهاي العجينه فلا ازمك يا بعد الشص. وفلا يسموني بعد الصياد يعني. والله العظيم. روح. وقبل اذا ما طلعتها قبل ادب الشص اروح البيت. والله العظيم. خلينا نشوف. يعني بعد ما تصيد تعتزل. ها خلي يحطون لايك. خوش حكي. تعتزل اذا ما طلعت؟ بس عنك والله انا اخوك. بس خلي يحطون لايك قول لهم. هو يحطون شلون لايك. خبره خدتي. الو وصلتي؟ جواها؟ يلا خوش. جاي ترمش عليك هي نام جوا. راح هالقصبة شلون تتحرك؟ عاش كبرها جواها. اي كلام الله. ايه ها؟ هي جيت. عاش كبرها عود ليث. هيك هو نفس هاي اللي جاي تحرك بالقصبة تجي تغص. يا الله يا الله يا الله يا الله.